ورشة بنواكشوط لنقاش دراسة تتعلق بمراجعة قائمة الأمراض المهنية منظمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة. الورشة شارك فيها ممثلو عدد من النقابات وأرباب العمل وممثلون عن مؤسسات خصوصية وعمومية، وتسعى إلى تعديل النصوص القانونية المعمول بها في مجال الأمراض المهنية والتي أضحت تتسم بالقدم. تتمثل في حصيلة وتقاسم دراسة حول الأمراض المهنية. نبقى نذكر على أن هذه قائمة الأمراض المهنية أعلنها النصوص اللي منظمتها من السنوات من السبعينات، إذا أعلنها نصوص قديمة ولا تتماشى مع العصر، وخاصة تطور البلد من وأدوات الإنتاج. وبذيك المناسبة وبالتشارك مع الوزارة الوصية وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وعدت هذه الدراسة من طرف خبير مختص وطني، وهي اللي اليوم إن شاء الله متباركين مع نتقاسمها مع شركاء الاجتماعيين من نقابات عمالية، من أرباب عمل، من مؤسسات خصوصية وعمومية، ومن أطباء. وعبر بعض الموظفين عن أهمية الدراسة بالنسبة لهم، إذ أن الأمراض المهنية باتت مستشرية بفعل قساوة ظروف العمل، مؤكدين على ضرورة المواصلة في هذه الدراسة للإحاطة أكثر بالأمراض المهنية والتحسين من ظروف العمل. هذا الموضوع بالنسبة لنا كعمال موضوع هام جدا، نتيجة الأمراض المهنية كثيرة ومتشعبة حسب ظروف العمل يعمل فيها العامل، وبالتالي هي موضوع يعني ذو أهمية بالغة بالنسبة للعامل، وخصوصا الأمراض المهنية كثيرة في بلادنا نتيجة ظروف العمل أنها قد تعود. الظروف اللي فيها العامل يشتغل بعض الأحيان تكون ظروف غير جيدة. وعلى كل حال احنا اليوم راجعين إن شاء الله أن هذه الورشة تكون بداية من خلال الخبير اللي قدم الدراسة على أن هذه إحصاء كافة الأمراض المهنية الموجودة على عموم بلدنا. وراجين ان شاء الله كذلك عن المكتب الوطني للشغل وصندوق الضمان الاجتماعي كجهات معنيه حقيقه بهذه الامراض. هذا وتتنوع المخاطر والامراض المهنيه لتشمل مخاطر نفسيه وفيزيائيه ومخاطر كيميائيه وبيولوجيه تختلف باختلاف طبيعه العمل وفق ما جاء في القوانين والاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالصحه والسلامه المهنيه.